عيشك عيشة زلامونة لا أكل لك حتى المازوت ما عاد نوجد ما ضل شي ما ضل شي عنا نهائيا نقدر ناكل نقدر كذا إذا مو مشان مشان أطفالنا يعني فوق الحصر وشي الضغط اللي إحنا صاير فينا والضرب والقصف والهي فوق منا كمان نموت جوع 12 شهور 12 شهر هذا من سنة كان يعني حصار لا أكل لا شرب لا مازوت لا هذا ما في شي ما في شي شي سنة حصري ما في لا نحراطي ما في شي عم ناكل خبيزة سبابي ورأسة خوالي ما في ذلك ما لنا غير هذا لا حول ولا قوة مصر هاي اللي عنا طفل مريض زلمة مسنة أو حرمة مسنة مريضة قدامنا عمود قدام عنا ما في طريق نطاره طيب هذا الحصار فهمنا عن الأكل والشرب حاصرونا صابرين لك هلأ صار لنا 6 أشهر ما في أكل لولا لك لا حل لك 10,000 ليرة لك ما في الشاب قدامنا عمره 24 سنة لك ما في دواء نعطيه لك ما في أدوية هلأ ولك تركنا الأكل والشرب كله صابرين عليه إلا هاي المرضى لك تفتحونا ممر إنساني صبرنا على الجوع وصبرنا عن عطش وصبرنا كهرباء هلأ من سنة ما عنا كهرباء ولا عنا أكل ولا عنا شرب كنا صابرين عليها بس بدنا ممر إنساني بس يطالوا على الأطفال صبرنا عن المرض سنة صابرين على الشوع وعلى